الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله 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 يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله مصر اللي زارها الخليل سيدنا إبراهيم وانهار وليل مشي فيها فيها استجاب رب العباد لما دعاه موسى الكليم عاش فيها والسيدة العذراء اجتازت الصحراء خطويها واللي كبر على أرضها يوسف نبي وصديق وحماها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها أصلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله وقالوا لي عنها كلام خلنا أقول يا سلام ده أنا ياللي لفت سنين وسنين في بلاد كتير تنين وتملي ألاقي ناس بتقول جمالها غير معقول وهو بالي حسيت وأنا من أهلها بحاجة تخلي العقل يطير الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله